فرنسا هي جزء من التحالف الدولي ضد تنظيم داعش وضد الإرهاب، وكما تعلم أن مساحة وأرض عمليات هذا الصراع الذي نشأ خلال السنوات الماضية مع التنظيمات الإرهابية كان في كل من العراق وسوريا، وبالتالي الانسحاب الأمريكي والتي كانت تقود تلك العمليات سوف يؤدي إلى خلخلة كما ترى فرنسا، ولا تريد فرنسا أن يتكرر سيناريو عهدة أوباما أو إدارة أوباما عندما انسحبت من العراق، وترى فرنسا أن ذلك أفسح المجال لنشوء تنظيمات إرهابية وراديكالية، وبالتالي حتى الآن من وجهة النظر الفرنسية ومن وجهة نظر كثير من الأطراف لم تكتمل المهمة. صحيح أن الجسم الصلب لتنظيم داعش تم القضاء عليه، ولكن هذا التنظيم ما زال تحت الأرض، ما تزال هنالك بعض الخلايا النائمة ما زال موجود في صحراء الأنبار وكذلك في بادية الشام في الصحراء السورية، وبالتالي إذا ما أريد الانسحاب بشكل كامل للقوات الأمريكية وكذلك لقوات التحالف وإيقاف العمليات فإن ذلك يحتاج إلى التأكد بشكل كامل من القضاء المطلق على هذا التنظيم.